السلام عليكم، اسمي نعيمة محمد صالح وأنا رئيسة شعبة الإمارات للعلاج الطبيعي وأخصائية علاج الطبيعي للمركز مردف للعلاج الطبيعي والتأهيل ومديرة المركز أيضا. وستستضيف الشعبة مؤتمر العلاج الطبيعي العالمي 2023 بدبي، وهذا المؤتمر فرصة لتقديم الملخصات البحثية لكم، وحتى تزداد فرصة قبول الملخص البحثي لابد من التركيز على بعض النقاط التالية والتي سأقوم بذكرها في العرض التالي. النقاط التي يجب التركيز عليها عند تقديم الملخص البحثي: أولا، نبذة عن البحث وأهمية الموضوع وإذا كانت هناك فجوات في الأبحاث السابقة وبشكل مختصر. الهدف من البحث لابد أن يكون واضح ودقيق ومحدد، فمن الأخطاء الشائعة أن الهدف يكون غير واضح وغير دقيق. منهجية البحث أن تتناسب المنهجية مع الهدف وموضوع البحث وذكر مادة البحث وحجم العينة وإن كان البحث نوعي أو كمي. تحليل النتائج والنتائج الرئيسية التي تم التوصيل إليها وعدم المبالغة في عرض النتائج سواء كانت سلبية أو إيجابية. تفسير البحث والاستنتاج لابد أن يكون منطقي ويتناسب مع منهجية البحث والموضوع. تطبيق النتائج، هل من الممكن تطبيق النتائج في المجال الإكلينيكي أو في المجال الأكاديمي أو السياسات المتعلقة بمهنة العلاج الطبيعي. وأخيرا اللغة، لابد أن لا تكون اللغة ركيكة، فإذا كانت اللغة ركيكة سيضعف من الملخص البحثي عند تقديمه وقبوله. وأخيرا نتمنى أن نراكم جميعا في مؤتمر العلاج الطبيعي العالمي 2023 في دبي. حياكم الله في دولة الإمارات وفي دبي.